لفت وزارة الدفاع الجيبوتية أي مشاركة مباشرة للقوات الفرنسية في المعارك التي دارت مؤخرا بين القوات الجيبوتية والإريترية بمنطقة رأس الدميرة المطلة على البحر الأحمر. 9 قتلى وأكثر من 100 مصاب جيبوتي هو العدد النهائي لضحايا الاشتباكات التي تقول السلطات في جيبوتي إنها وقعت الأسبوع الماضي بين قواتها وحرس الحدود الإريتري. 10 من المصابين حالتهم خطرة ويتلقون العلاج في مستشفى تابع للقوات الفرنسية، وهو جزء من إسناد قدمته القاعدة العسكرية الفرنسية في البلاد. تقول وزارة الدفاع الجيبوتية إنه لم يتجاوز الدعم اللوجستي. القوات الجيبوتية وحدها التي تتصدى لقوات العدو، ولم يتدخل أي حليف إلا بتقديم المعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي. الحياة تسير بوتيرة طبيعية كما تبدو في العاصمة جيبوتي، وذلك على النقيض من حالة الاستنفار والحشد العسكري التي يشهدها الشريط الحدودي مع إريتريا شمالا، وتحديدا في منطقة رأس الدميرة التي يدور حولها النزاع. اندلاع حرب يبدو احتمالا بعيدا برأي المراقبين وأمرا مرفوضا من المواطنين. بالسلام نحن نعيش، ما نقدر نحن مضاربة ما نشتي، لكن الناس الذين نحن يدور بيدنا عقربا نخرج نحن. هم ما يعرفوا السلام، 40 سنة كان ضربوا مع كل نفر من السودان وإثيوبيا واليمن، دحين أقوي عندنا. السلم والله، نحن نطلب السلم. السلم هو الوحيد فقط. السلطات الإريترية تنفي حتى الآن وجود أزمة في الحدود مع جيبوتي، وذلك على خلاف المواقف الدولية والإقليمية التي تعاملت مع وضع متفجر وساند بعضها الحكومة الجيبوتية التي بدأت في الداخل حملة تعبئة عبر وسائل الإعلام وعشرات اللافتات في الشوارع لإثارة الروح الوطنية ودعم الجيش ربما استعدادا لأسوأ الاحتمالات. السلطات الجيبوتية تسعى إلى لفت أنظار المجتمع الدولي إلى خطورة أزمة رأس الدميرة على أمن المنطقة، وفي الداخل تحشد الرأي العام حول مواقفها تحسبا لأيام قادمة قد تكون أسوأ. مراد هاشم، الجزيرة، جيبوتي.